تجرى الانتخابات في 2020 في هذه الأيام مختلفة عن الانتخابات السابقة والأعوام الماضية لسببين. الأول بعد خطاب سمو الأمير والذي ألقاه ولي العهد الخاص بعدم الدخول في أو التدخل في انتخابات رئاسة مجلس الأمة وكذلك التدخل في انتخابات لجان مجلس الأمة، أعطى نوع من الطمأنينة للشعب الكويتي للحقبة القادمة بإذن الله والذي يكون هناك أو سيكون فيها نوع من التفاؤل. والأمر الثاني وهو المهم أن هناك جدية من قبل الحكومة بمحاربة الفرعيات، أعطت كذلك انطباع أكثر إيجابي لدى الشارع الكويتي وكان هناك تأييد في هذا الأمر. فهذه الانتخابات أجريت وتجرى اليوم بشكل مختلف عن نظيراتها في السابق. وكذلك الأمر الآخر والمهم وهو التصويت اليوم في البطاقة المدنية والذي طالبنا فيه مرارا وتكرارا، خاصة بعد ما حصلنا على الوثائق في أول أغسطس واللي درسناها بشكل كبير والتي اعتبرها تشكل شبهة تزوير في القيود الانتخابية، وعلى ضوءها تقدمت مباشرة إلى النيابة العامة بشكوى في التزوير في القيود الانتخابية، وبعدها مباشرة كذلك تم استدعائي أكثر من مرة لدى مجلس الوزراء في لجنة تقصي الحقائق الخاصة في القيود الانتخابية والاطلاع على الوثائق. فإذا انتخابات هذه السنة تختلف عن انتخابات السابقة والتي أجري أو جريت في الأعوام الماضية. الأمر الآخر وهو المهم، ماذا بعد رحيل الرئيسين؟ الكل يطالب والكل ينشد في ذيك الأيام، وكنا من المطالبين في رحيل الرئيسين وتحقق هذا الأمر. إذن هناك جدية من قبل الشعب الكويتي بإذن الله في الأيام القادمة أن يتم التغيير. فأولا نشكر الإعلام الحر والأخوة العاملين في هذا المجال على إيصال صوت الشعب الكويتي في هذا الموضوع، وكذلك الشكر موصول للإخوان أعضاء مجلس الأمة والكتلة الإصلاحية والتي اختتمت أعمالها في الاعتصام داخل مجلس الأمة والتي كنت مشارك في هذه الاعتصامات وهذه الندوات التي أدت إلى رحيل الرئيسين. والجانب الأهم من هذا كله واليوم ينتظر من المواطن وهو ما هو دور المجلس الأمة في الأيام القادمة. الإصلاح يبدأ الحقيقي الذي ننشده في هذه الأيام وهو الإصلاح الحقيقي، ما نراه لا ما نسمعه. بمعنى بالنسبة للحكومة مطلوب منها أعمال وأفعال تطمئن الشعب الكويتي بأن هناك جدية في توفير الرفاهية وفق المادة 20 من الدستور للشعب الكويتي، وكذلك وهو الأهم من هذا كله بأن هناك رغبة حقيقية لدى الشارع الكويتي وما يتم مشاهدته بخصوص التغيير الذي ننشده إن شاء الله في الأيام القادمة. والإصلاح كذلك الحقيقي يكون ليس اليوم من قبل أعضاء مجلس الأمة السابقين سواء داخل سياسيين أو الأعضاء في مجلس الأمة تحت قبة عبد الله السالم، أن يكون هناك ليس فقط تصريحات نارية أو العروج على بعض الملفات الفساد، ولكن مطلوب الأيام القادمة أن يكون هناك التصريحات تكون معها كذلك أفعال، الأفعال هذه التي ننشدها حتى نحقق النتيجة. الأفعال وهي اللي كنا نطالب فيها في السابق الخاصة في قضية البلاغ المقدم ضد الرجعان من قبل الأخ فهد الراشد، قضية إيداعات المليونية، قضية كذلك ضيافة الداخلية وكذلك صندوق الجيش وكذلك صندوق الموانئ. كانت هناك أفعال مع هذه التصريحات أدت إلى النتيجة التي ننشدها وإرجاع تلك المبالغ، وهذا الأمر مطلوب في الأيام القادمة. فإذا ما ندعو إليه هو إصلاح حقيقي، ليست مجرد أقوال ولكن أفعال التي ينتظرها الشارع الكويتي في الأيام القادمة. وإذا وأنا أحب أختم هنا بشيء مهم جدا، وهو أن الدور الرئيسي في الأيام القادمة نمضي في طريقين يفترض علينا، طريق المحاسبة والرقابة وطريق التشريع والتنمية. فالأول المحاسبة، ما يكفي اليوم نشاهد ونسمع
بتنحية بعض المسؤولين وبعزل بعض المسؤولين والذي تسببوا بهدر المال العام، أو تسببوا بالإهمال الجسيم الذي يصل إلى هدر المال العام أو السرقات أو التجاوزات. اليوم المطلوب في هذه المرحلة ملاحقة من تسبب في هدر المال العام، ملاحقة من سرق أموال الدولة. هذه الأيام الملاحقة القانونية هي المطلوبة، ليس فقط تغيير الوجوه ولكن محاسبتهم وملاحقتهم. والجانب الآخر وهو المهم كذلك من أعضاء مجلس الأمة في المرحلة القادمة، وهو الخاص في التشريع والتنمية. فاليوم أدوات الرقابة الموجودة في الدولة، ديوان المحاسبة، الرقابة المالية، البنك المركزي وغيره من الجهات المعنية، تحتاج المزيد من الضمانات لأداء عملها، تحتاج المزيد من الصلاحيات حتى الموظفين يؤدون دورهم وفق قانون ديوان المحاسبة 1964. يجب تفعيل كذلك المادة 26 والمادة 16 من ديوان المحاسبة الخاص في التفتيش المفاجئ. هذا الدور المطلوب منه، وإعطائهم الموظفين المزيد من الضمانات لأداء دورهم. هذا جانب. فإذا كانت هناك محاسبة وكان هناك ضمان أكثر حتى لا تتكرر الجريمة ولا تعود ويعود الفاعلين نفس اللي فعلوه في السابق من سرقة أو تجاوز المال العام، يفترض في الأيام القادمة كذلك أن نرى التنمية الذي ينشدها المواطن، التنمية خاصة في حل مشكلة التوظيف الذي يطالب فيها الكثير من الشباب، وكذلك والأمر الأهم منه وهو حماية الشعب الكويتي وحماية المستهلكين من جشع بعض التجار الخاص، خاصة بعد وجود بدل غلاء المعيشة، وهناك نية أو هناك مطالبات بزيادة غلاء المعيشة. يجب أن يكون هناك رقابة حقيقية من قبل الحكومة على المواد الموجودة في الدولة حتى لا تكون هذه الزيادة تدخل في النهاية إلى بطون بعض التجار، وهذا الأمر مرفوض وجشعهم.